رجعنا لكم من جديد بحلقتنا الخاصة والاستثنائية من برنامج مليون على التليفون في عيد الحب وأهداء من شام اف ام، وضيوف برنامج مليون على التليفون لحلقة اليوم لجمعية بسمة لدعم المرضى المصابين بسرطان الأطفال. ثالث ضيوفنا لليوم هي الفنانة القديرة وفاء مصلي. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك، وكل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. بتحتفلي بالفالنتاين؟ لا. ليش؟ يعني بحتفل بكل شيء، يعني ما بحس انه يعني بيجوز صبايا وشباب خارج يحتفلوا فيه، يعني هيك يلاقوا مناسبة ليعبروا عن مشاعرهم وهيك. لسه بتشوفي العالم قدران تحتفل بعيد الحب ولا بتحسي ما عاد إلى خلق؟ لأقول لك شغلة، نحن بحاجة للفرح حتى لو بدنا نحتفل بعيد الشجرة. صح، فمنبحث عن أي عيد لحتى نحتفل. 100%. هذا اللي كنا عم نقوله يمكن بداية الحلقة، أنه صار بدنا أي مناسبة نحن لحتى فعلا نفرح فيها أو نحتفل فيها. أنا مرة وقت اللي كنت عم بدرس بروسيا، فكنت فايتة على مطعم بدي أتغدى، فلقيت شاب جاي لقدامي هيك، ما توقعت أنه لي، فإجا وقدم لي وردة، فعملت هيك أنه من وين لوين وليش يعني، فطلع أنه عيد المرأة. يوم المرأة العالمي، يوم المرأة 8 آذار. فلذلك يعني انه انبسطت كتير، ويومي كتير كان حلو يعني، وارتفع مزاجي ومعنوياتي. تماما. فحسيت انه هلا حتى لو كان في اعياد باي دولة بالعالم لازم نفرح فيها. 100% فعلا صار بدنا اي مناسبة. مدام وفاء، معلوماتك العامة بالعادة كيف؟ هلا بشكل عام معلوماتي منيحة، خاصة الصحية طبية، يعني طبية مشان اعرف شو اسأل. وخاصة انه انا تدريب للعقل بحل كلمات متقاطعة. حلو. واحيانا بتكون الكلمات المتقاطعة مو كلها صح، فبحل اكتر الكلمات القاطعة لشوف شو القواسم المشتركة بالاجوبة الصح. فهو تدريب للعقل كتير منيح. جغرافيا اوعك تقرب عليها. جغرافيا هلا بنشوف. لا اوعك عن جد. ورياضة كمان اوعك تقرب عليها. والرياضة طيب كمان هلا بنشوف. أماني عن جد. اوكي. وشو كمان؟ هدول بيكفوا. يلا. شاركت لي شي برامج مسابقات قبل؟ ايه كتير. بالله وربحتي؟ لا انا كنت كمان يعني بمرة كنا بإحدى الدول العربية وكان في مسابقات وهيك، فشاركت فيها وجبت نسبة عالية، يعني كان من كل الدول العربية جبت نسبة عالية من ال... حلو. معناتها ما رح تعزبينا اليوم، نربح المليون. شايفتك انت بدك تعزب. انا بدي اعزبك من هلا بلشت. لا والله، لا والله رح احاول هيك تكون الاسئله عند خفيفه. عند الامتحان يكرم المرء او يهان. رح تكون الاسئله هيك خفيفه. بنربح المليون. عزني بدي اكون معزوزه اذا بتريد. لا ان شاء الله بنربح المليون اليوم. عندنا 10 اسئله. يربح انت وبسمة. ايه مو انت رح تربح. بدنا نربح. بدنا نربح نحن كلياتنا. أيوة. بالنهاية انت رح تربح المليون ونهديها لجمعية بسمة ونكون كلياتنا ربحانين ان شاء الله. اكيد بكل سرور طبعا. أوكي. نحن عندنا 10 اسئلة لحتى نوصل للمليون. السؤال الاول ب100,000، اذا كانت اجابتك صحيحة ما بقى بتخسريون. بنكمل المشوار للسؤال الخامس ب500,000، كمان في حال كانت اجابتك صحيحة ما بقى بتخسريون لهدول. والسؤال العاشر بسؤال المليون. بس طبعا. معك 10 ثواني بس لحتى تعطيني الإجابة. 10 بس؟ بس 10. ولعنا الأستاذ باسل المخرج ما بيساوم أبدا على الموضوع. حباب كتير أستاذ الأستاذ المخرج باسل. حباب الله يخليك. بس إذا بتريد أستاذ باسل يعني خليه، إذا كنت شوي تلبكت يعطيني احتمالات الله يخليك. هو نحن ما كمان حتى الأسئلة ما فيها احتمالات، بس لا ما شاء الله عليك مبين إنه راح تجاوبي صح. لا ويتشد إيدك. لا ويتشد إيدك. لا اسئلتنا ما كتير صعبة. خلينا نبلش بالسؤال الاول. بس دي لك شغلة، طالما الدافع تبعي صح والإرادة تبعي انه انا اقدم شيء لجمعية بسمة، فان شاء الله هيك الله حيكشف عن مصيرك. ان شاء الله يا رب، وان شاء الله بتربحي معنا المليون ليرة سورية. خلينا نبلش بالسؤال الاول، سؤال 100,000. الشباب حسوكي متوترة جابوا لك كاسة مي. ايه والله نشفان ريقي. اشربي مي قبل ما نبلش مشان تكون هيك ان شاء الله كل الاجابات صحيحة. يلا جاهزة؟ جاهز. السؤال الاول، في اي يوم يصادف اليوم العالمي لسرطان الاطفال او للتوعية ضد سرطان؟ ايه تماما، للتوعية 15 شباط. برافو. هي صار معنا 100,000، هدول ما بقى بنخسرهم. بدنا نكمل المشوار لازم. للسؤال الثاني،
ما معنى كلمة نجلاء أو اسم نجلاء؟ كتير سهلة، كتير سهل، ولعلمك أنا شاطرة باللغة العربية الفصحى كمان. لا فض فوك ولا تربت يداك. معنى كلمة نجلاء أو اسم نجلاء هو العيون المتسعة الواسعة. برافو، جواب صح. لا ما شاء الله، معناتها الأسئلة رح تكون كتير سهلة يا رب. يلا خلينا نروح للسؤال الثالث، معنا 10 ثواني. أوكي. ما هو الفيتامين الذي يقوي نظر الإنسان؟ فيتامين بناخده بيقول العيون منيح. الجزء الفيتامين أ. فيتامين أ. هو لأنه الجزر بيقوي النظر وفيه فيتامين أ. جواب صح. خلينا ننتقل مباشرة للسؤال الرابع. أين تقع أكبر غابة في العالم؟ من شوي كنت عم تقولي عن بلد، بدي ساعدك شوي. ما بدك مساعدة؟ لا ما بدي مساعدة لأنه أنا دارسة بروسيا. خلص الوقت؟ قدي؟ بروسيا. روسيا، برافو. يس. وصلنا لسؤال النص مليون. حلو. سؤال الخامس، أين يقع مقر محكمة العدل الدولية؟ لا هاي هولندا. ما شاء الله ما شاء الله، وصح، وصار معنا نص مليون ليرة سورية. نحن بالمعمعة طبعاً. هلأ هيك صار معنا نص مليون، هدول ما بقى منخسرون الحمد لله، وباقي لنا 5 أسئلة لنوصل للمليون يا رب. بدنا نكمل هيك لأنه ما شاء الله عليك مبين معلومات كتير قوية. إن شاء الله، بسم الله وما شاء الله. مشان ما أحسدها. السؤال السادس، من هو مكتشف القارة الأمريكية؟ كريستوف كولومبوس. برافو صح. فورا للسؤال السابع، كم لتر دم موجود في جسم الإنسان؟ 6 لترات. ما شاء الله ما شاء الله، يعني صحة، جغرافيا، تاريخ. لا لا كله. جغرافيا لا، سألتك أكبر غابة جاوبتي. لأني عايشة بروسيا كنت. عرفنا شو نسأل. صاروا 7 أجوبة صحيحة، بقينا 3 أجوبة للمليون يا رب. يلا يا رب. سؤال الثامن، والله هذا يمكن يكون صعب، من هو مؤسس علم الجبر؟ ولي الخوارزمي بشكي لواحد أحد فرد سمر. لأنه ما كنت طيق الجبر. برافو، جواب صح، جواب صح. صاروا 8 أجوبة صحيحة، بقينا سؤالين بس. على فكرة ما احتاجت مساعدة حتى. في مساعدة؟ لا يعني، لأنه بعرفكم بالعادة أنتم بتخلوا آخر جواب أو يعني آخر سؤال بيكون كتير كتير صعب. لا والله والله، أو بيكون إشكالي يعني بشكل جدلي. إنه ممكن يكون هيك أو هيك. صح. طيب السؤال التاسع، بنزاهة بنزاهة والله، ما هو عدد الجيوب الإنفية في جسم الإنسان؟ 8. ما شاء الله، برافو. الجيوب الإنفية. وصلنا لسؤال المليون. عطينا شوية فاصل أو شي شغلة الله يخليك، نعطيها فاصل ترتاح شوي. قلبي عم يدق كتير. طيب خلينا نروح لبريك قصير ومنرجع لحتى نشوف السؤال العاشر. حابب تربح ببساطة 1,000,000 ليرة؟ حتى من غير سين وجيم ومعلومات عامة، 1,000,000 ليرة بانتظارك. بعت رسالة SMS بكلمة 1,000,000 من أي هاتف خليوي سيرياتيل أو MTN على الرقم 1025، وادخل القرعة الأسبوعية لتكون صاحب الحظ وتصير مليونير الأسبوع مع شام FM. يجري السحب بحلقة يوم الأربعاء على شام FM. الشريك الإعلاني برجاية للدعاية والإعلان.
وصلنا لسؤال المليون ليرة سورية مع ضيفتنا النجمة القديرة وفاء مصلي اللي أعطت 9 إجابات صحيحة وباقي السؤال العاشر ومسكت موبايلها هلأ لحتى تدور بجوجل على الجواب مشان ما تخسر. بس بدي أقول لك أنه حتى أسئلتنا على فكرة ما بتطلع بعشر ثواني بجوجل قد ما كان النت سريع عندك. أيوة يعني سكر. أنا برأيي إيه ما رح تستفيدي، يا أما جربي ما بتعرفي. خلاص أجربي. طيب السؤال العاشر، سؤال المليون ليرة سورية، ما هو مقياس سرعة السفن؟ الميل؟ لا العقدة، العقدة. ليش ما ضليتي على الميل؟ الميل بيشتغل. لا العقدة، والله العقدة. دوري عليها شو فيها. لا بالله شو، مو العقدة يعني قلتي ميل بعدين قلتي العقدة. السفينة وقت بتمشي شو بيقولوا، قطعت مسافة أو سرعت بسرعة عقدة. كذا عقدة. خلص مصر على عقدة. جواب صح، برافو. ألف مبروك، مليون ليرة سورية ربحتيها معنا فنانتنا القديرة وفاء مصلي، مهدات من شام اف ام ومنك لجمعية بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان. أنا بدي أشكرك كثير على تلبيتك لدعوتنا، وبدنا منك كلمة لجمعية بسمة. أول شيء بدي أقول أنه مرضى سرطان الأطفال يعني كتير في عندهم نسبة كتير عالية من الشفاء في حال إذا تعالجوا، بيتداووا أكتر من الكبار يعني ممكن يشفوا بسرعة. والنسبة وشفت كتير أنا أطفال يعني كبروا، لأنه أنا من زمان كنت شوف أطفال سرطان وبحب تابعيني وبحب كون موجودة مع الناس، يعني ما حقلك قلبي مشرشح ببساطة، بس يعني بشكل عام الأطفال ممكن ينجوا من هذا المرض إذا نحنا تعاوننا وتكاتفنا وساعدنا، وإذا فكرنا نحنا ببساطة إنه مبلغ بسيط بيعمل فعل كتير كبير. ومشوار الألف ميل بيبلش بخطوة. جمعية بسمة اللي بعرفه أنا من زمان كانت أخذ طابق بمشفى الأطفال، يعني كانت هي مشرفة أو كانت تبعت متطوعات وكذا، وكنا نروح لعندهم وهيك. بعدين اللي صار عندهم مكان خاص فيهم، فإذا الحلم عم يتحقق. لحتى يتحقق ولحتى أنا لك وما بدي أبكي وأشعر بدني عن جد، لحتى نحنا قبل ما نشفي الأطفال نشفي قلوب الأمهات والآباء، ولحتى نعزز بناء الوطن بهدول الأطفال البراعم اللي بدها تزهر وتثمر، خلينا نساهم كلياتنا، ولحتى نقيم الوجع عنهم، لأنه ولي على قلبي قديش يعني قدي بيتعذبوا، بس لما بيكون العلاج موجود وهذا علاج مكلف كتير. بس بجمعية بسمة فاسحة المجال إنه لكل أطفال المحافظات يجوا على المشفى تبعهم ويتعالجوا ببلاش والأدوية ببلاش، علما بأنه بكل الدنيا كتير غالية. أسفة أنه أنا طولت. لا بالعكس بالعكس، خلي راحتك. بس أنا بدي أسألك سؤال، طالما أنت وقفت لي قلبي ممكن تقلي شو الشعار؟ شو هو؟ الشعار المستخدم لمبادرة الابتكار وهيك لمرضى السرطان بشهر شباط، شو الشعار؟ قريته وشو لونه؟ يوم الصبح قريته. وشو لونه؟ لونه ذهبي. لونه ذهبي؟ ليش يعني لونه ذهبي؟ لونه ذهبي لأنه الشعار هو هوب، صح؟ صح؟ هلا دقيقة. والذهبي لأنه شمس، لون الشمس ولون المهم الأمل. هو ذهبي، هو ذهبي لأن الذهب هو معدن ثمين جدا، والأطفال هن كتير لهم قيمة عند أهليهم وبمجتمعهم، والذهب غير أنه ثمين فهو يسقل ويطرق وبيمشي بمراحل حتى يصير عم يلمع. هاي المراحل هي مرحلة علاج الطفل لحتى يصير قوي، قديشه بيتعذب لحتى يرجع يلمع
ويكون له قيمة. طبعا القيمة المادية ترتبط بالقيمة المعنوية 100%. لا أقصد أنا أنه يعني الذهب ماديا، أنا بقصده معنويا فقط. خسرت أنت وجمعية مسمار دائما دائما هي الرابحة. أنا بدي أشكر كتير على كل هالكلمات الحلوة، وأكيد جهود مشكورة بجمعية بسمة، ونتمنى الشفاء لكل الأطفال المصابين بالسرطان. شكرا كتير لك مرة تانية على تلبيتك دعوتنا ودعوة جمعية بسمة، وشكرا على المليون ليرة سورية اللي راحت لجمعية بسمة أهداء من شام اف ام ومنك فنيتنا الطبيعة. بتمنى من كل أصحاب رؤوس الأموال انه يساعدوا. انا بعرف انه قلبهم وداخلهم وكيف يفكروا بولادهم، فان شاء الله الله لا يصيب ولادهم يعني، فانه يتبرعوا. والناس العاديين بعرف نحن عم نمر بظروف صعبة، بس العطاء يرد 100%. لو كان انت 1000 ليرة عم تقدم فهي حتى نرد لك اضعاف، وخذها من هالدقن. تماما، نحن منضم صوتنا لصوتك. شكرا كثير لك فنانتنا قدير وفاء مصلي. برجع مره تانية بقول على تلبيه دعوه جمعيه بسمه وشام اف ام للحلقه الخاصه والاستثنائيه اللي كانت اهداء من شام اف ام بعيد الحب، ومنك شخصيا لجمعيه بسمه. شكرا كثير لك. شكرا. خلينا نروح لفاصل ونرجع لختام الحلقه.